وإذا رحنا على المول وذهب شافت هذا الدب بهي اللعبة وصارت ما بقى تمشي غير لتاخده وبلش بابا يلعب مشان يربح لها هالدب. شو خسرتو؟ لهلح يا بابي، هيك بتخسرنا؟ الله يسامحك. يحرق حريشك، خسرت مرة تانية. حاجة صرت حاطط أكثر من حق الدب. استب كنت تلعبوا وبتخسروا، لعبوا وبتخسروا. يا أصدقاء حطونا لايك واشتركوا بالقناة لأن هي خسارة كبيرة. والله يا أصدقائي أنا بحس هالألعاب كلياتها نصابين ما بيركوا حدا. قولنا بالتعليقات مين ربح وفاز. لا خسر بابا للأسف، صرنا لاعبين 3 مرات وخسرانين.